جايين يلاه يلاه يلاه. كانت أول وقفة غتكون عندنا في المنطقة تسمى في نواحي الزقوطة، هذيك النواحي ربعة المهايا. قالوا لنا عندكم اون بوز ديال دي مينيت ولا دي بور، يعني بنادم يدير لي بزوان ديالو ولا يتسرح إلى آخره ولا يكمي ولا لا. عاود شدينا الطريق والملاحظة بأن الشاحنات ما غاديش بشي سرعة زعما، غاديين بواحد الريتم ثقيل. يلاه 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 يلاه، بدات الشمس تضرب مع داك عرفتي الشمس ديال يوليوز. خرجنا من هرمومو دزنا على سيد عبد الرزاق، دخلنا لهذا وصلنا لبوق نادل حبسونا. قالك شنو هو كاين ليطا ماجور افونسي هنا، لي شاف دو كوموندو غادي يمشيو يتلقاو الاوامر. جا مع واحد الصطاف وجاو سيفيل، تعرف دومي مونش ولي بات تيليفون، دوك دوك القويمجات ديال طايتي شي مزوقه فيها الباطو شويه نقل فيها. المهم تنشوفوه جمعهم ومشاو التحقوا، هو عطى الاوامر لهذوك لي كومو اللي شاف كوموندو ومشاو تحلقوا عليه. ما عرفناش حنا شنو تيروج بيناتهم، بصفتنا كطلبه كذا ما لا يعني الامر بان نعلم ماذا تيبان لينا، راه ريح الارض ما عرفتش تيخطط ليهم ما عرفتو تيعطيهم في لابلانيفيكاسيون كيفاش ديروا كيفاش غدقلوها منين. فعلا شا الشاف ديالي ومشاو لي شاف كلهم. لما رجعوا من طبيعتي الى جوان ديالو خصني نعرف شنو غنديروا. جا قلت له موليتنو شنو غنديروا، قال لي ماشي شغلك زيد واسكت. فجأة حتى انعرجنا حنا، انا تنحكي دابا حيت كنت في الكاميون ما قبل الاخير، هو شتعطى شنو التعليمات اللي دارت هذيك الساعه. تقسمات الكونفو على 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 النص، قال بحال دابا النص اللي قدامي مشى فيه هو، كان هو اللي مكيبي هذاك النص، هو اللي مقيديه، غادي يدخلوا هما نقولوا من لابورت سيد، غادي يفوتوا غادي يفوتوا الباب الاول هما، حنا غندخلوا من ذاك الباب الاخر اللي بالنسبه لنا حنا لكن غادي يكون في الصغير. تنعرجوا الكاميوات بحكو تنسمعوا الكاميو اللي لحقنا لذاك الارضيه اللي دخلنا لها، تيبان لي الكازون تيبان لي هذا انا دي سوندي. اي وصلنا الى القصد، دخلنا من الباب الاخر وصلنا. انا جيتي بوشون في لابورت، دخلت في الضربه الاولى من لابورت اللي من لهيه دو لوتر كوتي من الفوق، وصلت لتما. قال لي واحد المسؤول ديالي واحد القطار، قال لي قاعد هنا بنوار في لابورت صافي. قعدت انا نيت حتى هو نيت قاعد معايا. صبنا الكاميونات ديالنا دخلوا، هذيك حنا بعدا باش يفهم الانسان الشيء اللي ما كيفهموش. ولد الباديه راه ما كيعرفش القصر، قصر الصخيرات حنا كنشوفوا جرده، هو كيقول لك القصر هذا نعني بناء العروبيه راه ما كيعرفوش هذا القصر. القصر راه معناه بنايه والشيء ديال سيدنا ماشي هو عادي. المهم حنا دخلنا مؤخرين، دخلنا على الباب الاولى اللي كتجي من جهه الرباط، اسيبو الكازون الناس بدات تير وجبرنا تما الناس. حنا ما عندنا خبر الحقيقه، داكشي كنا كنقولوا بان كاين شي حفله وصافي ماشي قيتهم في الكازون محيدين الحوايج كيتشمشوا كي بدا القرطاس منين ياك ما عبابوس معناه كيقول سيدنا في خطر حميو سيدنا. حنا شنو جانا البال، ياك ماشي عصابه ياك ماشي جات تهجم على الملك ولا شنو هو ما عرفناش. المهم كان القرطاس كلشي طاح للارض لان القرطاس كيضرب علينا منين ما نعرف. واحد الرقيب صاحبي مع جنبي خاف يقوصوا الناس، قال لهم هزوا الفمام ديال المكان المتريات ديالكم في السمالاج تقوصوا الناس اللي في لابلاج. هو زيدو القرطاسة اخترقت يدو، انا حدايا هو ناعسين واحد حدا واحد ما اخترقت يدو. انا مابقيتش نعقل، وقفت جات قرطاسة طائشة ضربتني في الكاسك وريشو الكشات مشات. قلت لك الكوموندو هذاك الكوموندو اللي قدامي يعني كوموندو 23 تنسمع الرئيس هو اللي كان في الامرة تحت الامرة ديالو. الرئيس افونسي افونسي تيري فير لو سيير، بدينا تنزحفو تنشوفو. انا تنشوف تنسال العيني تيبان ليا غولف تيران غولف الشجر البحيرات ديك البقع ديال الرمال الكازو. تيريت واحد يعني واحد الشارجور خويته كما امرت كما امر جميع الاخوان، تيريتو في الهواء ولكن تمينا غاديين
صراحه انا حتى تفاجئ كيبانوا لي الجوتات في ذاك ديال الجولف، ذاك الملعب ديال الجولف، الناس ميتاب بالشوط بهذا، الناس كانت مصيفه، القطاس السماء، يعني انا واحد الحاله ما شاء الله، يعني بقينا عي كنجاو حنا في حقيقه الامر كاين تايهين تايهين، حنا كنجاو يمينا وشمالا، بقيت كنجاي حتى بان واحد العسكري من المظليين بقى كيجي حدايا وكيقول لي شي وحدين راه جاوا بغاو يقتلوا الملك، الملك ديالنا في خطر، وانا كنجاي حداه، يعني لو كان عارفني انني انا يعني باش تعرف بان الامور كيفاش كانت. كنا ماشيين مع بابو في قصر الصخيرات، فاذا به كيصادف كيلقى بو الحمز، كان ديك الساعه عقيد ديال الدرك الملكي في مراكش، وكان بينه وبين بابو واحد الشنآن. غير وصل قال لهم لي جينيرو دوبو، وقفوا لي جينيرو كلهم، قال لهم لي كونونيل بو الحمز مي ريسبي مون كونونيل فينيزيسي مون كونونيل. جا عندو لو كونونيل بو الحمز وقال له الواحد لالاف تيي لو لالاف ايزيتي دو نيبا لو تيري، قتلو عبابو نيت، قتل داك لالاف، قتل لالاف، ابري ضربو عبابو، ضرب بو الحمز. داك الشنآن كان كيصيفط بابو، كان كي يوجه بعض التلاميذ الضباط هذا للدرك الملكي لمراكش، غير كيمشيو لمراكش الاخر لبو الحمز، كان كيدير لهم واحد امتحان مجهد عليهم، كياخذ غير دوك واحد النخبه قليله والمتبقي كيردوا لهرمو. عبابو ما كانش كيرضى، يقول هذا علاش يرد لي التلاميذ ديالي؟ غلقاه في الصخيرات، كان كيلعب في الملعب ديال الجولف، كان كيلعب الجولف بول حمز، غلقاه تما، قال له اجا بابو، اجا بول حمز، قال له فوالا ميز إليف، سيل نو سون با كابابل مورالمون، إي لو سون فيزيكمون، وكيتيري فيه، قال له لواحد التلميذ من دوك التلاميذ، قال له أشيف لو كملو. تما شفت أنا بو الحمص طايحة هكدا على وجهو، ديك الساعة أنا تصدمت، ما عرفت راسي فين. الدنيا فوضى، شي هارب شي كيجري شي كذا. المهم زدنا واحد شوية وشي دراري من الزلاب ماجيين بواحد البنت، شادينها ديك البنت كتقول لهم ديوني عندك سرجان، ديوني عندك سرجان. انا واقف جابوها لي، قالوا لي سرجان هاد البنت شنو بغيتي يا بنتي؟ لا سلك انا كنعرفك وقريتي معايا في مولاي علي الشريف الصفرو، ودابا انا مزوقه فيك، شنو بغيتي؟ قالت كفكوني نخرج بحالي من هنا. عيطت لدوك الدراري قلت لهم شوفوا خرجوا، الله يرضي عليكم، اتونسيون ما يقولش واحد، خرجوا لطريق الرباط، حصروا شي سياره، خذوا النمره ديالها وقولوا لي وصلها فين بغات تمشي. دازت هذه شويه وما ماجين بالسي علال الفاسي، سي علال الفاسي عيطوا لي سرجان سرجان ها علال الفاسي. انا ما كنعرفوش، شدوه الدراري، ماشي شدوه الدراري، لابس واحد الجلابه ديال الكاكي، لابس جلابه الكاكي، في يدو واحد المنديل بيض فيه شويه الدم وتقشر النيلون. قلت له واش انت السي علال؟ قال لي ولدي انا هو السي علال. مازال ما كملت معاه الهضره، كندور على اليمين ديالي كنشوف الكولونيل، ما جا بابو، جا بابو، قلت له السي امون كولونيل ها السي علال الفاسي. زاد على قبالته، ضحك معاه، ابتسم معاه ابتسامه، قال له السي علال من بعد، ومشى بحالو. بديت تنقول انا اش هاد الشيء هذا؟ قلت واقيلا شي فيلم تيتمثل، يعني باش تعرف، قلت هذا شي فيلم تيتمثل. بديت تنقلب انا زعما انا ذكي، تنقلب على الكاميرا ما تيبانوا لي لا كاميرات لا والو، شويه فين غادا تغير الفكره، تنجي تلقى واحد مدرج في الدماء ديالو مدني ميت طايح مية حال فمه مسكين. وما كانوا كيخدموا في الخفاء، يعني انهم لان احنا ما فرصنا ما نعاودوا، يقال على ان بعض الضباط كان فرصهم كما قال الاخ متقي الله، يمكن في ديك الوقفه ديال الغابه ربما تما عاد فاش علمهم، او كان شي ضباط اظن بان عقا وشي وحدين، يمكن كنظن بان كان فاصهم القضيه.
وما كانوا يخططون لهذا المسائل، ولكن ربما ان الامور ما نجحات لان التخاذل وقع وكذا، وبداك المشي والمجي ديال المذبوح لان بقى كيمشي بينه وبين الحسن الثاني فلم يوفق، وهنا عبابو قتل المذبوح لانه بحال حسوا بانه بدا كيخو. لا ما شتوش بانه خانوه وقتلوه.